ننتقل إلى الزميلة ماري سالم. ماري، يعني نتحدث عن سلسلة من التراجعات، يعني أبو ظبي نتحدث عن تراجعات لعشر جلسات على التوالي، ثلاث جلسات وأكثر في باقي مؤشرات الخليج. هل نستطيع القول أنه عامل الأسواق العالمية بالفعل انسحب إلى أسواقنا والأسواق تتجه نحو اتجاه هابط؟ يعطيك العافية محمد. ما ممكن نسمي بأسواق المنطقة أنه بلش الاتجاه الهابط، خاصة أنه إذا بدنا نقارن بالأسواق العالمية شيء اللي كان عم بيصير بالأسواق الخليجية في تباين جدا كبير. يعني نحن اليوم بعد جميع الأسواق الخليجية رغم كل التراجعات القوية اللي حصلت بالشهر اللي قطع ما زالت على أرباح، يعني تسجل أرباح من بداية العام لليوم. هلأ في تراجع جدا قوي، ما بنخفي هذا الموضوع، بس نحن بدنا نذكر أنه التراجعات بالأسواق العالمية مثلا بأمريكا وصلت ل 30% على ناسداك وعلى S&P 20%، هيدي تراجعات من بداية العام وبعدها مستمرة. أما بأسواق المنطقة بنلاقي في كتير تذبذبات، وإذا بنطلع على أحجام التداول محمد من أحجام تداول بتستدعي القلق أنه عم بيصير ضغوط بيعية أو هلع بقلب الأسواق. بعد هلا ممكن بفترات معينة بنلاقي الكوريليشن مع الأسواق العالمية عم بتزيد بمحلات معينة، ولكن ما لنا الصورة عامة. يعني هلا منشان عم بتطلع أنا كنت على الأسواق، يعني يمكن أنا صار عندي شوية ضياع إنه بتطلع بتلاقي في عندك ارتفاعات بأماكن معينة، تراجعات بأماكن أخرى. سوق أبو ظبي حاليا عم يسجل ارتفاعات، سوق دبي عم يسجل تراجعات، أحجام التداول ما زالت ضعيفة، بعدنا عم نشوف المستثمر الفردي هو يلي عم بيطغى بالتداولات بقلب الأسواق المالية. هلا بالسوق السعودي تراجعات جدا كبيرة عم بتكون، يعني قلصت الخسائر من 20% ببداية العام عام ارتفاعات، اليوم صرنا بس عند 5%. هون ممكن يكون لدى المستثمرين بعض القلق، زائد إذا منقارنه ببقية الأسواق عم بتكون ضغوط بالأسواق السعودية أكبر من غيرها، ولكن ما فينا نقول إنه الاتجاه هابط. يعني المستويات اللي نحن هلأ عم نوصل أو الترند اللي عم بينشغل فيه بقلب الأسواق منه متزامن، يعني مش كل الوقت عم بيكون في التراجع، عم بيكون في عنا تباين وتذبذبات جدا عالية بقلب الأسواق. بعد ما وصلنا لمستويات إنه نقول بالضبط يلي عم بيصير بالأسواق العالمية انتقل لعنا. أنا أشكرك ماري سالم المحللة المالية للشرق، كنت معنا من بيروت.